الاستخبارات، يس. هذا بالنسبه لبرنامج تشخيص الفوارق المجاليه والاجتماعيه. اللي اشتغلنا في اطارها الا وهو المخطط الجهوي لتهيئه القرى الاسرى، وكذلك المخطط او البرنامج التنميه. الاعداد التي قدمت للجمعيات وقدمت للمهرجانات الجهويه فسترون ان الغلاف الذي اشتغلنا عليه والذي هو خلاصه لاعمال هذه الخمس سنوات، لان سنه 2015 كنا جايين نحسبوها، فبطبيعه الحال كما قلت في هذه الكلمه وكما سترونه في التقديم. بالاضافه الى برنامج هام جدا لفك الوزلاء على العالم القروي، اهم اقاليم اخرى كافلام ومهمات وحقوق وتابع. المحور الخامس من هذا العرض هو يتعلق بالتنميه الاقتصاديه. فيه واحد مجموعه ديال المحاور، كما كتعرفوا بانه التنميه الاقتصاديه تتشكل اهم وابرز اختصاص لمجلس الجهه طبقا لقانون التنميه للجهات، تستجيب لحاجيات الساكنه. ويمكن ان نعتبر هذا المحور هو الهدف الاستراتيجي الاول لعمل مجلس الجهه منذ سنه 2015. من هذا المنطلق خاط مجلس الجهه في انجاز واحد المجموعه من البرامج والمشاريع اللي خصص لها اعتمادات ماليه مهمه جدا. اول هذه البرامج هو برنامج تشخيص الفوارق المجاليه والاجتماعيه. هذا البرنامج كما تدرون جميعا جاء بناء على التعليمات الملكيه الساميه اللي اطلعت حكومه صاحب جلالته سنة 2015، والهدف منه هو فك العزلة عن ساكنة المناطق القروية والمناطق الجبلية. 52 مشروع وتزويد 200 مستوى في الدوار. يجد في وثائق الموزعة ما يشفي غيره من الأسئلة والمعطيات، وشكرا لكم.